إيفان من الدنمارك. مساء الخير يا شيخنا العزيز. أهلا إيفان اسمك؟ إيفان حبيبي. إيفان. إيفان إيفان. مرحبا يا إيفان، مرحبا. كيف صحتك يا أستاذ وسيم؟ إيه نعم. أخي وسيم، يعني أول شيء أنا بدي أوجه تحياتي للإمارات وشعب الإمارات، البلد الجميل الطيب المعطاء المضياف. الشغل الثاني بدي أعترف لك لإلك إني أنا كنت من أشد الكارهين لفكرك ولطرحك، وهي نتيجة الدعاية المغرضة اللي كانت تتوجه ضدك. ومن صديق لإلي كنت أعتبره صديق عزيز، هو اللي قابم في هيوستن في أمريكا، وأنت بتعرفه منه، اللي عنده حلقات على اليوتيوب وعمل حلقتين عن حضرتك. لكن أنا والله ما أعرف من هو، ما أعرف. تعرفه على كل حال. المهم لا أعرفه معرفة شخصية تقصد؟ يمكن. لا يمكن. ما أعرف حد. بهيوستن هو، ما أعرف في تكساس. على كل حال شو اسمه قول أريد أعرف شو. عادي مش ضروري. لا قول أسامة فوزي. يلا والله العظيم لا أعرفه ولا التقيت به، أقسم بالله. طيب هو عمل حلقات عنك، وكان يعني أنا في الحقيقة أنا إنسان واقعي، يعني لما سمعت الكلام هذا كنت لازم أرجع لإلك. أنا ما أعرفك قبل، كنت أقرأ عنك أحيانا. أنا بدي أعرفك عن نفسي، أنا من النشطاء يعني اللي هون في الدنمارك. نعم. في المجتمع المدني وفي الجمعيات وفي المؤسسات المجتمع المدني. نعم. وأنا بعمل في الاندماج من خلال الأجانب الموجودين هون في الاندماج. أنا صار تقريبا 33 سنة موجود في الدنمارك. نعم. على كل حال فرجعت لحلقات لك، حبيت أسمعك. واسمع مين هذا وسيم يوسف؟ شو الطج اللي قايمة على وسيم؟ مين هذا الفوضوي؟ والله مين هذا وسيم يوسف؟ ما بسمع إلا المهم. لحظك الجميل سمعت المكالمة اللي أنا مرشح على كل حال، معلش. لا خذ راحتك. سمعت المكالمة من أخت من النرويج. نعم. وبتكلمك عن أطفالها وإنه كيف يروح على الكنيسة، وما هذا إنه بقدر أبعتن على الكنيسة. وكان هذا الموضوع يعني هو الأساسي لعملي أنا هون في الدنمارك، لأنه إحنا هون من عميد الاندماج أستاذ وسيم بنواجه مشكلة كبيرة. وبصراحة بحكي الشيوخ اللي موجودين في أوروبا هم الشيوخ متعصبين متشددين، الشيوخ القتل، الشيوخ الهمجية، طبعا يعني مش الأكترية، هلا مش الكل لكن الأكثر. وهذا نتيجة الراحة الاجتماعية اللي هم عايشينه هون في أوروبا. يعني هو ما عنده مشكلة، هو ياخذ راتب وياخذ بيت وياخذ سكن. أنا أريدك تاخذ راحتك في الحلقة هذه. طبعاً احنا أنا ما اتفقت معك في الاتصال، يشهد ربي، ولا أعرفك ولا تعرفني. أعرف والله أعرف، وأنا عارف هيك. أنا هاي الكلمة اللي حكيت لي إياها كنت متأكد منه وحكيتها لشغل. قلت له حيقول لي خذ راحتك، لانه هو بهمه هذا الموضوع. يهمني جدا، لان بصراحه اخبرك احنا نعاني من في الوطن العربي من الشيوخ التكفير والتطرف، بس اما انت تدمر وطنك وتعيش في اوروبا وبعد تكفر اوروبا وتكفرنا وتكفر الناس. المنبر يا شيخنا، المسجد اللي هو يطلع على المنبر فيه ويخطب للمسلمين، هو ياخذ الاجار المكان من البلديه، يعني أجار المكان تعطيه دولة، وقحين تعطيه مسجد تعطيه مكان. يعني أنا بديش أقعد أحكي كثير عن الشعوب الأوروبية، وخاصة أنا بالدنمارك، لأنه أنا كثير يعني بعرف هون عن الحياة الشعب الدنماركي وعلاقاتي معهم. شعب مسكين وسالم، ما عنده مشكلة في الأديان، ما عنده مشكلة، لكن إحنا تطلع شيوخنا على المنابر، وهذا الكافر وهذا الخنزير وهذا. وإنت بتعرف هون مشكلة الشباب اللي ولدوا هون وما يتكلموا لغة عربية، هو ياخذ سمعي، ياخذ شو بقول له الشيخ اللي على المنبر ويصدق هذا الكلام ويعتبر انه هذا الكلام من الاسلام، وهذا غير صحيح. واحنا من يعني موضوع الاندماج شيخنا اكثر مشكلة تواجهنا هي الدين. بسبب رجال الدين. يعني مثلا اقعد مع شخص نحاول نفهمه شو الاندماج، يقول لك ايه يعني بدنا نقل خنزير ومش ربيرة ومش طيب. فهمهم خطأ يا عمي، مش مزبوط هذا الكلام، مش مزبوط. تعايش لكن لا تذوب مع الآخر، مش مظلوم.
صح. مش مطلوب منك تصير دنماركي اصلا، مطلوب منك انت تكون مواطن تتقبل صالح، تكون تحترم القانون، تحترم الواجبات اللي عليك، تشارك الحياة الاجتماعية السياسية العملية، انك تكون عندك عمل، عندك وظيفة، هذا المطلوب منك. مش مطلوب تغير دينك. وانا 33 سنة استاذ وسيم، ما حدا دق بيتي وقال لي تعال غير دينك مثلا، تعمل من مسيحي لمسلم او من مسلم لمسيحي، ما حدا طلب منهم. ومش مطلوب مننا اسهل، لو انت بتعرف انت حكيت عنا مع الاخت انه هون الدولة هي الاساس، النظام هو الاساس، هو اللي يعمل الجميع. صح. احنا عايشين في نظام علماني ديمقراطي. نعم. في حرية الاديان، احترام لكل الاديان، قوم بواجباتك. المشكلة تعرف اخي، اكثر من عارض الكلام والفتوى هذه مشايخ دين يحيونا في اوروبا. بعرف اللي عايشين في اوروبا اذا سمعت في المساجد. ما انا عارف لمين. ايه خطبوا عني في المساجد؟ يعني في انحملت عنك عن خطبوا عني في اوروبا، والله انهم فاضيين. اللي موجود كمان يعني موجود في النمسا الشيخ عدنان. ايه عدنان موجود كمان، انسان يعني انسان واقعي بيحكي حسب الواقع، حسب الظرف اللي انت عايش فيه، حسب الحياة، حسب يعني الحداثة. فأنا أرجع على كلامي الأساسي. إيه إنه هو دلك أسامة، هذا دلك علي. هو سبحان الله، يعني سبحان الله لربما ضارة نافعة. إيه يعني شوف إنه خلاني أتكلم معك وأحبك بالله، يعني لله. ليش؟ مش وجهني لإلك، بس أنت إنسان واقعي عم تحكي، يعني كلامك مع الأخت اللي حكت الروج فعلا هذا الواقع وهذا المطلوب. يا أخي أنا شو المسيح؟ مش عم بضرني المسيح، ما عم بتقاتلني ولا عم بطلب مني إنه يعمل شو يعمل أي من دينه أو يعمل شيء. هذه إيمان مسيحية كاثوليكية مديرة المسرح عنا. والله العظيم أختي، أنت أختي يا إيمان. إيه صح. أكمل فبدي منك شيخ إنك تزيد من هذه اللقاءات مع أوروبا، توجه خطابك لأوروبا، توجه خطابك لهالشباب اللي موجودين في أوروبا، إنه 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 هاي الدول العلمانية هاي مش كافية، مش دول بمعنى إنك ما تعاملك عدينك. نعم صحيح، عدينك ما تعاملك، تعاملك كإنسان. صح. كل واحد حر بدينه، فبدنا إنك تزيد من هذا، تزيد من هذا. بعدين يا أخوي إيفان، بعدين المشايخ في أوروبا يصبح كل جمعة أنا الموضوع صراحة، وأنا مو فاضي لهم. كل جمعة يخطبوا عني. أنت قلت يخطبوا. سبحان الله، سبحان يطلع لك على المسجد. يعني أنا بدي أسألك سؤال. نعم. يعني الشيخ إله 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 يعني إله هاي يعني شكل محدد، يا أخي ليه عبسين هيك؟ وليه وجهن هيك يعني مقصهر؟ وليش بيحكوا بخاطب وبلؤم وبحقد وأنا برجع بقول لك هاي نتيجة الراحة النفسية الاجتماعية اللي عايشينها هون. نعم. وهذا على فكرة أستاذ وسي. نعم. هذا لما يروح دولة عربية يعني أدانه، يعني ليش؟ لأنه في دولة هناك. ايه. في دولة. ايه. لأنه في دولة وفي نظام وفي أمن. نعم. ممنوع تتخطى حدودك، لكن نعم. هون بأوروبا أنت عارف بدن هون مليون يكون يعني شغلي يمسكوه عليه حتى يقدروا يحاكموه إذا. وفي عندنا كتير شيوخ، وبديش أحكي لك عن اللي راحوا. إحنا 19 شاب من أجمل الشباب يا شيخ، ما راحوا في أحداث سورية، بعتوها للشيوخ، وإن الشيوخ ما زالوا هون. كل واحد متجوز لي خمس نسوان، واحدة حضرت مش عارف أي منطقة، واحدة أي منطقة، وعاملين لي عقود. يعني إذا بدي أتكلمك على اللي بسمعه وبشوفه من خلال أنا الأعداد وجلساتي مع الناس، شو اللي بيعملوه، شو اللي بيحللوه، ويحكوا بالسنين يا شيخنا، يحكوا بالسنين، يطلع على الإعلام يحكوا بالسان قدام الدنماركيين، قدام وبين بعض يحكوا بالسان تاني. قلت هالكلام أنا قلته، زعلوا. انت قلته ليش؟ انا بقول لك انت نفس الكلام اللي حكيته انا مؤمن فيه، وهذا واقع انا عايشه هون، بيحكوا بالسنين. نعم صح. لهم وجهان، وجه الدوله قويه، وجه الدوله ضعيفه. بدنا الدوله القويه، احنا بدنا الامن، الامن ابدا من كل شيء. نعم صح، الامن والامان، وهذا اللي بالامارات، هذا اللي بالامارات موجود. انا كنت في الامارات قبل فتره. نعم. وشفت الامارات، ونفسي بعد ارجع واروح. ورحت قرات الفاتحه على روح المرحوم الشيخ زاده الله يرحمه، وصليت في المسجد الكبير اللي موجود على طريق جامع الشيخ زايد. هي
رحت زرته وما شاء الله بلاد حلوة وأمان ونظافة ويعملوك بأخلاق ويعملوك بأداب وما حدا مش مطلوب منك شيء. ليش أقعد أنا برا على اليوتيوب وسبات وألف قصص وألف شغلات عن هاي الدول؟ ليش أخلي بالبلاد؟ ليش تخربوا؟ هم ما يعجبهم فكر الإمارات، هم ما يريدون فكر الإمارات لأن دولة عربية تصدر التسامح، فلهذا يحاربون كل صوت في الإمارات ديني. معي وقت أحكي قصتين حصلوا معي في الإمارات. وعندنا فاصل بعد الفاصل، شو رأيك؟ يلا بعد الفاصل تحملنا فاصل ونرجع إليكم إن شاء الله. يلا حقيق العلم والإيمان. إيفان إيفان أنا عندي سؤال لك. أنا أنت 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 يشهد الله عز وجل، يعني ما قلت لهم وقفوا المكالمات. إيفان بس لك سؤال. نعم. نتكلم بشفافية، انت عارف الهجوم على فكر المنهج الوسطي في الإمارات وكل صوت يطلع، انت عارف الهجوم ما يحتاج أعيده. بس عندكم في الدولة يعني عندكم الإخوان وعندكم المتشددين، يا أخي يا أخي من يدعمهم؟ من يدعمهم؟ يعني كيف يعني انا مثلا عندي برنامج مبين دعم الدوله للبرنامج رحيق الايمان، لا نتكلم باخفاء، موجود زين. اقول لك بس اعرف انا قلت لك ناشط على 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 الارض هون، يعني بين انا رئيس جمعيه كمان، يعني رئيس جمعيه عربيه. المشكله الدعم اللي بيجي، يعني خذ مثلا جامع الشيخ حمد اللي نعمل في كوبنهاجن. حمد من؟ حمد قطر؟ حمد قطر معروف. ايه يعني مش مخبى الموضوع. لا خذ راحتك، هي ما بخبى الموضوع. الشيخ حمد انا لا بدي اسب ولا بدي اسيء لحدا، لا لقطر ولا غير قطر، لكن قطر عم تلعب دور يا اخي، عم تلعب دور خطير. ليش عم تدعموا الاخوان المسلمين؟ ليش؟ شو المطلوب؟ شو اللي مطلوب من الاخوان المسلمين في اوروبا؟ وهل هل هل الدعم السخي اللي عم تبعتوا لي اياه ومعروف، يعني معروف 20 مليون يورو كلف مسجد الشيخ حمد. طب على اي اساس؟ ليه؟ ومعروف مين القائمين عليه؟ يعني انت بالشوهابي ما تدخل الجامع هذا، معروف هذا للاخوان المسلمين قائمين على الاخوان، حطوا موظفين من جماعتين، حطوا موظفين وبياخذوا رواتب ومبسوطين وتمام كل شيء. رواتب من قطر يعني؟ من قطر طبعا. وتروج هذا الفكر المتشدد، وتروج على الامارات ودعايات على شيوخ الامارات، ونفس الكلام اللي كنت احكي لك اياه هلا، وبخطبوا عن وسيم عن كل واحد، يعني كل واحد شوي ضد السياسي اللي هن متجهينا ومتبعينا بموضوع الوطن العربي والخراب اللي صار بالوطن العربي. وهن تركيا وهن معروفيه، انا معروف مين اللي عم بيشتغل. يعني انت هذا الكلام مسؤول عنه لانك انت رئيس جمعيه تتبع للدوله. طبعا هي. وانا اقول كلام وما يحبوني اصلا، ما يحبوني يعني، وانا يوم من الايام كفروني، اعتبروني كافر يا رجل. انا كفروني خلي ساكت والله. يعني يوم دقوا الباب علي، صدقني دقوا الباب خمس اشخاص. احنا في الدنمارك يا اخي، انا قاعد عند ضيوف في البيت ماشي، دق الباب، اجا ابني قال لي خايف، ابني خايف، قال لي بابا، قال لي في ناس تقول وهيك لابسين زي الافغان واقفين على الباب. قلت له رحت الباب، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لي يا اخي ممكن احكي معك؟ ثلاثه هن، ثلاث اشخاص افغان، يعني لابسين افغاني وتقول بتعرف الشكل اللي حطوا لنا اياه هذا، معروف المجاهدين هذول الجدد. فنعم اللي بقول لي ممكن نحكي معك كلمتين بموضوع الدين. قلت له تفضل على البيت. طب شو انا احكي على الباب؟ انا مدخل بناي، في دنماركيه وفي ناس قاعده بالبناي، تفضل لجوا. قال لا بنحكي على الباب. قلت له يا اخي كيف بتحكي على الباب؟ قال يعني بنحكي بالدين شوي بالدين. قلت له يا اخي عم بقول لك تفضل لجوا على البيت، انا بقول لك تفضل تعال نتحدث، انت بدك جوا بس على الباب ما فين. من قهري الي ومن قهري من كلامه وشكله، قلت له مش قاري الاسم انت على الباب؟ قال لي قلت له اسمي إيفان. قال لي شو يعني؟ قلت له يا أخي أنا مش مسلم، روح خلي كريستن لقبالي أو ينسن أو كلاوس، روح اعمل مسلم، شو بدك فيي أنا؟ شو بدك في احنا نضمن فهمت شو المقصد؟ يعني أحيانا بيطلعوك عن طورة، بيطلعوك إنك بتتكلم كلام بس
مشي حاله. بعد شوي شيخ المنطقة ما شاء اللي مسؤول عن المنطقة بيتصل فيي قال لي بدي اسألك سؤال يا إذا تونا تفضل. قال أنت الكلام اللي قلت لي إياه يعني بتقصده ولا ما بتقصده؟ قلت له شو يعني إذا بقصده أو ما بقصده؟ قال إذا بقصده عشان نعمل إحنا هون إعلان في الجامع إنه أنت لا أنت كافر وأنت إذا مدد لا يصلى عليك وزوجتك تطلق منك زي ما عم بحكيك والله أقسم بالله العظيم ما بكذب ولا كلمة وزوجتك تطلق منك وأنت حر. بعدين ساعتها يعني صار مشكلة طويلة عريضة أنا وياه وأنت خبرنا الشرطة وهيك يعني. يعني أنت رجل حقوقي وحقوق إنسان وتشكو من دعم قطر للإخوان المتشددين عندكم. طبعاً. طب قول قول اسم المنظمة وقول اسمك حتى الناس ما تقول إنها شخصية وهمية إذا تحب. لا يعني. لا لا تعرفني الناس الناس كلها تعرفني مين أنا. أنا بحكيك بصراحة كل الدعم اللي بيجي لهون واللي بدعم الجماعات المتشددة واللي بعتت الشباب زي الورد بعتوهن على سوريا وتركوهن هناك ونص مات وهلأ الدنمارك أصدرت قرار بسحب الجنسية وتسفير أي شخص بنعرف إنه كان يقاتل في سوريا وهذا من حقهم وإحنا معاهم لأنه بدي يرجع لهون. هذا وحش صار. هذا اللي شاف قتل وأكل أكباد وأطفال قتلت واغتصبت نساء هذا كيف بدك تيجي تحطه بمجتمع هون يا أستاذ وزيد؟ كيف بدك تعيشه بمجتمع الدنيا؟ أنا مش أنا كإنسان عربي والله أخاف. أنا أخاف منه هذا لأنه خلاص مسك السلاح واعتاد على الدم. كيف أخليه هذا مسكين هذا ضحية. أنا ما عم بحمله. هذا ضحية نتيجة التعبئة اللي انعملت له في الجلسات الخاصة غير المساجد. طبعا عندنا جلسات خاصة بخصية. السوق السوداء للفتوى قصدك؟ السوق السوداء للفتاوي. نعم 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 السوق السوداء بالضبط هذا التعبير الجيد. وهذا تتوقع موجود في التيارات الدينية سوق سوداء؟ موجود. موجود. قلت لك بيحكوا على المنبر خاصة بأوروبا انه هن انسان ديمقراطيين وانسان مع الحريات التعددية ومش عارف ايش وبس ياخذوا الشباب على الحلقات المغلقه هاي اللي بيعملوها. هذا الشعب مجالس الخاصه هذا الشعب كافر. دوله الامارات مش عارف ايش زي السعوديه أفضل ايش وكلام. بس انا بدي ارجع خلينا احكي القصه اللي حصلت. قول بس كلامك جذبني. قول بالنسبه لاسامه فوزي معك دقيقتان يلا. اسامه فوزي ها هذا كل اليوتيوبات تبعته والحلقات عن الامارات معروف هي. يعني شيء مش مخطط وخاصه على طويل العمر الله يطول بعمره ماشي الحال الشيخ محمد الله يحفظه تاج راسه والله يخليه بصحته وبعافيته امين وبقوله علنا وانا مش خايف من حدا حط حطاهن وما خلى وما تكلم وما انا كنت عايش في الامارات يلا خلينا نفتح الموضوع كله هي. انا قبل 30 سنه كنت اشتغل في الامارات ومرة من المرات رايح أعمل في قصر البحر إذا بتعرفه موجود في أبو ظبي معروف أنا معي سائق معدات فقيدة نعم وماشي بدي أسير لجوا على القصر وصلنا للباب الرئيسي الباب ما يساعد معدتي والسيارة اللي خارجي نعم وأنا كنت مسرع أنا الحق عليه كنت مسرع كتير بالمعدة اللي هو شاول شاول وإذا بسيارة مرسيدس وجي أنا وياها يعني على شعرة عشعرة صغيرة ضربت فريم طرت ونزلت بالأرض ووقف على جنب بعدين أنا بينه وبينه خفت طب مين اللي طالع من القصر ومرسيدس طلعت والله العظيم نزل الأزاز اللي هو طويل العمر الله يطول بعمر الشيخ محمد بن زايد لابس البدلة العسكرية اللي هي القوات الجوية وبعدين بس طلع من الشباب أنا قريب عليه قال لي انتبه قال لي انتبه والله وصفت الأزاز ظل ماشي طيب أنا هذا الموقف لحاله مرة كنا في الخلدية بلس يا تعرف الخلدية بلس اسمع إيفان انتهى الوقت لازم أستضيفك باكر لازم طيب. أشكرك يا إيفان على هذه المداخلة الجميلة في هاي قصة كمان لازم أحكيها على يعني هاي باكر من اتصل بي تحياتي لك وللعاملين وعلى التليفونات لازم اشكر هذا اللي سبني عشان تعرفني تحياتي شكرا لك سيدي تحياتي الامارات حبيبي نلتقي غدا باذن الله استودعكم الله